مساء الخير شباب. بهذا الفيديو رح نتعرف على طريقة تركيب محابر لطابعة الـ HD اللي بين يدي. طبعا رقم الموديل الخاص فيها هي الكولر ليزر جيت البرو الـ MFP الـ M283FDN، رقم طويل جدا بيستاهل لهيك طابعة. خليكم معي بهذا الفيديو. وطبعا يا شباب ظهرت عندي رسالة خطأ على الشاشة عم تقلي انه المحابر اللي موجودين هن غير اصليات، كذلك الأمر بهذا الفيديو رح نحل هي المشكلة ونخفي هي الرسالة كلياً اللي ظهرت عندي. أصدقائي بالبداية رح نتعرف على طريقة فتح الصندوق الخاص بالمحبرة، وطبعاً المحبرة اللي بين إيدي هي كوبي. طبعاً أنا فتحت المحبرة سابقاً وركبتها وجربتها وهلأ رجعت ضبيتها بشكل مناسب بحيث أرجيكم كيف بتجي المحبرة بشكل عام. أول شيء المحبرة اللي بين إيدي هي باللون الأزرق، طبعاً مكتوب عليها أنه هي لون أزرق، تمام؟ طبعا هي الطابعة بتاخد 4 ألوان بداخلها. منلاحظ انه الجيلاتين الخاص فيها لونه أزرق. طبعا مثل ما خبرتكم انا نزعت الكيس سابقا فكيته بهذا الشكل. بعد ما منطالع المحبرة في عندي بلاستيك بهذا المكان، من الضروري جدا انه نفكه بهذا الشكل. طبعا في عندي قطعتين من البلاستيك بهذا المكان بالسحب بهذا الشكل، منفكهم كذلك الأمر. وفي عندي يا شباب هذا الشريط بيكون بهذا المكان ظاهر، طبعا هو بيكون داخل المحبرة من الداخل، بضغط عليه أو بمسكه بهذا الشكل وبسحبه بشكل شديد، تمام، بشكل شديد وبسحبه من داخل المحبرة. ضروري جدا هذا الشريط يتم نزعه من داخل المحبرة. إذن بهي العملية تعرفنا على طريقة تجهيز المحبرة لتركيبها داخل الطابعة. وهلأ بالنسبة لتركيب المحبرة داخل الدرج الخاص هي أول شغلة بنفتح الدرج للآخير مثل ما شايفين بهذا المكان، نسحب المحابر. فمثلا عندي المحبرة الزرقاء بهذا المكان شايفين، بيعطيني دليل أنه بهذا المكان لازم تركب المحبرة الزرقاء. فمثلا هي المحبرة مضروبة، منطالع المحبرة البديلة ومننزلها بهذا المكان فقط، فقط تنزيل، ما في أي اختراع بالموضوع، الشغلة بسيطة جدا. طيب رح نرجع المحبرة طبعا اللي كانت موجودة لأنه هي اللي كانت شغلة. بمجرد الضغط عليها بهذا الشكل خلص قفل الباب وتم تسكيره بالشكل المناسب، تمام. نلاحظ أنه بيعطيني رسالة أنه الباب مفتوح. طيب بمجرد سكرنا رح تدور الطابعة شوي هلأ، تمام، وبنتظر عليها حتى يعني تسكت على الآخر، لازم أنه يكون انتهى دوران الدرمات داخلها كليا، تمام. هلأ طبعا أنا في رسالة خطأ رح تظهر، رح أرجيكم ياها شو هي رسالة الخطأ، أنه المحابر اللي أنت مركبهم هنن كوبي وليس أورجينال، يعني هدول المحابر ما لهم أورجينال، بالتالي في رسالة عم تظهر عندي بشكل دائم، رح أرجيكم كيف فينا نزيل هاي الرسالة. شباب بالنسبة للرسالة اللي كانت عم تظهر لي انه تم تركيب مستلزمات غير مصرح بها، يعني المحبرة اللي انت ركبتها ما لها أصلية، لذلك رح تضل تظهر عندي هي الرسالة. منلاحظ بخرج منها بهذا الشكل، تمام، بعمل نسخ مثلا، اذا بدي اقول له الالوان بيعطيني تم تركيب مستلزمات غير مصرح بها، قد تطبع وقد ما تطبع على حسب شو المشكلة اللي عندك، بس ولكن انا بدي اتخلص من هي الرسالة تم تركيب مستلزمات غير مصرح بها. هلأ حاليا الطابعة ما طبعت عندي لأنه لسعتها هي الرسالة ظاهرة. كيف فيني اتخلص من هي الرسالة؟ الطريقة بسيطة جدا، بنتقل للهوم ومن ثم بنتقل لعند الإعداد السيتينج ومن ثم لعند إعدادات النظام. داخل إعدادات النظام في عندي شغلة اسمها إعدادات المستلزمات. بداخل إعدادات المستلزمات في عندي سياسة الخرطوشة. منلاحظ انه في عندي HP الاصليه، انا بدي اقول له ايقاف التشغيل، تمام يا شباب. لاحظتوا هلا طبعا عم تدور الطابعه وعم تجهز نفسها لحتى تختفي رساله انه المستلزمات ما لها اصليه. وطبعا لكن طبعت الورقه، انا طبعا حاطط هي الصوره بداخلها، تمام، وطبعت بهذا الشكل. اذا اختفت من عندي رساله المستلزمات غير اصليه، وهي بنتقل عند الهوم مثل ما ملاحظين انه عاطيني جاهز. شباب حبيت عيد الفكرة، كذلك الأمر باللغة الإنجليزية، مثل ما أنا شايفين عاطيني هي الرسالة بهذا الشكل وراسم لي عليها المحابر، كاتب فيها أن authorized supplies are installed، تمام. نرجع للهوم، داخل الهوم بننتقل لعند السيت اب،
داخل السيتاب بنتقل لعند سيستم سيتاب، عندي خيار سبلاي سيتنج، عندي خيار الكارترج بوليسي، بداخل هذا الخيار عندي اوثرايزد اتش بي او اوف، نوضع بحالة الاوف، نرجع داون او للخلف وبتصير عندي الامور تمام. طبعا هي اعاده باللغه الانجليزيه. بهي الطريقه شباب تعرفنا على طريقه تبديل المحابر الخاصه بطابعه الاتش بي، وخاصه اذا وضعنا محابر غير اصليه بهي الطابعه. شكرا لمتابعتكم اصدقائي، والى اللقاء بفيديو جديد من فيديوهات قناه تقنيه عربيه.